بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أرحب بكم في مادة إدارة التسويق من قسم تقنيات إدارة المواد المعهد التقني العمارة للمرحلة الثانية. موضوع محاضرتنا اليوم هو الجزء الأول من فصل التوزيع، وهي التوزيع والقنوات التوزيعية. نبدأ على بركة الله محاضرة. تتكون محاضرتنا لهذا اليوم من 4 محاور رئيسية. المحور الأول هو مفهوم القنوات التوزيعية، ثانيا أنواع القنوات التوزيعية، ثالثا استراتيجيات القنوات التوزيعية، وأخيرا أنشطة القنوات التوزيعية. مفهوم القنوات التوزيعية هو مجموعة منظمات التي تضمن إيصال السلع والخدمات إلى المستهلك، وتعتبر القناة التوزيعية المرنة نقطة قوة إلى المنشأة، تستطيع من خلالها أن تنافس في سوق الأعمال من خلال تحقيق الأسبقية في توفير السلع والخدمات بالقرب من المستهلكين. ولدينا مفهوم آخر، ألا وهو مفهوم منافذ التوزيع، وهي الوظيفة التي تقوم بها منظمات تجارة التجزئة، والتي تتم في مراكز البيع التي تصنف بحسب أسلوب البيع المستخدم، كان يكون متجر أو مخزن كبير أو سوبر ماركت إلى آخره. ويوجد لدينا فرق بين القناة التوزيعية ومفهوم منفذ التوزيع، إذ إن الأولى تتعلق بتتابع سلسلة الوسطاء التجار الذين يقومون بشحن المنتجات من المصنعين إلى المستهلكين، بينما المنفذ التوزيعي هو هيكل التوزيع الذي يقع عادة في آخر نقطة من سلسلة نقل السلع والخدمات إلى المستهلكين. ننتقل إلى أنواع قنوات التوزيع. لدينا نوعين رئيسيين من قنوات التوزيع، ألا وهي قنوات توزيع السلع الاستهلاكية وقنوات توزيع السلع الصناعية. قنوات توزيع السلع الاستهلاكية بدورها تقسم إلى 4 أنواع. القناة الأولى من المنتج إلى المستهلك. يسود هذا النوع من القنوات التوزيع في حالة التوزيع المباشر، مثل استخدامه في توزيع السلع الزراعية، فقد يبيع المزارع منتجاته مباشرة إلى المستهلك لتقليل خطر تلفها أثناء انتقالها بين عدة وسطاء. النوع الثاني من المنتج إلى تاجر الجملة، إلى تاجر المفرد ثم إلى المستهلك، مثل أسلوب السيارات التي تنتقل من المصنع إلى الموزع ثم إلى المشتري النهائي. النوع الثالث من المنتج إلى تاجر الجملة، فتاجر المفرد ثم إلى المستهلك. ومعظم السلع الاستهلاكية توزع بنظام كهذا، مثل المعلبات والمواد الغذائية، السجائر إلى آخره. النوع الرابع من هذه القنوات هو من المنتج إلى وكيل البائع، فتاجر الجملة ثم تاجر المفرد وأخيرا إلى المستهلك. قد يحتاج تاجر الجملة إلى مساعدة الوكيل في معرفة البائع المنتج وشروطه، أو قد يحتاج إلى التعرف على تجار الجملة وعلى إمكانياتهم، إذ يعمل الوكيل هناك حلقة وصل بينهما في نقل المعلومات. ثانيا، قنوات توزيع السلع الصناعية. لدينا 4 أنواع من قنوات توزيع السلع الصناعية. النوع الأول من المنتج إلى المشتري الصناعي. يسود هذا النوع من قنوات التوزيع في حال التوزيع المباشر نتيجة ارتفاع ثمن السلع وضخامتها من حيث الحجم، أو تكون متقدمة علميا كالكمبيوترات المتطورة والآليات الضخمة. ثانيا، من المنتج إلى الموزع الصناعي ثم المشتري الصناعي. يسود هذا النمط من القنوات بين منتج السلع الصناعية ومستخدميها، ما يسمى بالموزع الصناعي، مثل الأدوات المعيارية والإنشائية.
ثالثا من المنتج إلى وكيل المنتج في المشتري الصناعي. في هذا النمط يقف الوكيل بين المنتج والمشتري الصناعي لتقديم معلومات وخدمات ذات علاقة لتسهيل عملية التبادل بينهما. يسود في السلع كالخضر والفواكه، حيث تكون مهمة الوكيل هنا تسهيل عملية التبادل من المنتج. رابعا من المنتج إلى وكيل المنتج فالموزع الصناعي ثم المشتري الصناعي، ويلوح الحظ في هذا النوع التوزيع وجود الوكيل الذي يفترض أن يكون على معرفة بالسوق وبالمنتجين والموزعين، ويتمثل دوره في تسهيل التبادل بينهما. ننتقل إلى المحور الثالث من محاور محاضرتنا لهذا اليوم، وهو استراتيجيات قنوات التوزيع. توجد لدينا ثلاث استراتيجيات في قنوات التوزيع. الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية التوزيع الشامل، وفق هذه الاستراتيجية يتم الاعتماد على عدد كبير من الوسطاء في حالة بيع سلع الاستهلاك اليومي، حيث يرغب المستهلك بالحصول عليها من أقرب مكان وبأقل جهد ممكن. وتحقق هذه الاستراتيجية المنتج أهداف التغطية الشاملة للسوق، ولكن يعاب عليها الصعوبات التي تواجهها من ناحية المتابعة والإشراف على منافذ التوزيع، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التوزيع المادي للسلع نتيجة الاعتماد على عدد كبير من الوسطاء. الاستراتيجية الثانية استراتيجية التوزيع الانتقائي، وهو الاعتماد على عدد محدود من الوسطاء في توزيع السلع، حيث تلائم هذه الاستراتيجية توزيع السلع المعمرة أو المرتفعة الثمن، حيث يكون المستهلك على استعداد لبذل جهود خاصة في شرائها والتردد على أكثر من محل تجاري لإجراء المقارنة بين السعر والجودة والطراز والتصميم إلى آخره. تمكن هذه الاستراتيجية المنتج من تحقيق رقابة فعالة على مبيعاته، كذلك يؤدي اتباعها إلى تخفيض تكاليف التوزيع، لأنها تمكن المنتج من استبعاد الوسطاء ذوي معدلات الأرباح المنخفضة. ثالثا استراتيجية التوزيع الوحيد، ويقوم على أساس الاعتماد على موزع واحد في تسويق السلع، وتصلح هذه الطريقة في حالة بيع السلع الخاصة أو التي تشترى في فترات متباعدة. على الرغم من المزايا التي تحققها هذه الاستراتيجية من حيث سهولة الإشراف والرقابة على حركة التوزيع والسوق باعتماد المنتج على موزع واحد، إلا أنها يعاب عليها أن نجاحها يعتمد على مدى الدقة في اختيار الموزع ومدى رغبته بالتعاون مع المنتج، وأن أي خطأ في عملية الاختيار قد تعود على المنتج بأضرار كبيرة كفشل جهوده التسويقية وتعرض سمعته ومركزه التنافسي لمخاطر يصعب التخلص منها. الرابع والأخير من الجزء الأول من محاضرتنا لهذا اليوم هو أنشطة القنوات التوزيعية. لدينا عدة أنشطة تقوم بها القنوات التوزيعية، أثناء عملية إيصال السلع إلى المستهلكين. أولا البحث، وهو يتعلق بجمع المعلومات الضرورية للتخطيط وتسهيل التبادل. ثانيا الترويج، من حيث تطوير وبث برامج ترويجية حول السلع والخدمات في القناة التوزيعية. ثالثا الاتصال، من خلال البحث عن المشترين المتوقعين والاتصال بهم والتأثير عليهم لاتخاذ قرار بشراء السلع والخدمات. الملائمة أو المواءمة، أي تشكيل السلع أو والخدمات بطريقة تناسب متطلبات المشتري التي تشمل نشاطات عدة كالتدريج والتصنيف والتجميع والتغليف وتجزئة الكميات بما يناسب حاجات المستهلكين. خامسا التفاوض، وهو النشاط الذي يؤدي إلى اتفاق حول شروط الصفقة كالسعر ونقل الملكية السلعة من البائع إلى المشتري.
التوزيع، سادسا التوزيع المادي وهو نقل وتخزين السلع والخدمات إلى حيث وجود المستهلك، سابعا التمويل والائتمان أي الحصول على الأموال من أجل تمويل عمليات وأنشطة القناة، ثامنا المجازفة وتحمل المخاطرة إذ أن تأدية الوظائف التوزيعية من شراء وتخزين المواد يتطلب بعض المخاطرة والمجازفة كخطر التلف والسرقة والخسارة في البيع. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية محاضرة هذا اليوم، أستودعكم الله وأسأله أن يحفظكم من كل سوء وبلاء.